يا مرحبا. اهلين بخلف. يا مرحبا. حياك الله. الله يبقيك. منور. نور وجودك يا طويل. جاهز؟ ان شاء الله. عندك مخزون ثقافي تجاري رياضي ولا لا؟ يضبط امورك. اي بس عاد الطاقيه. يلا. اسلم. جاهز؟ ان شاء الله. عندك معلومات ولا؟ ايه. عندك؟ جدا. يلا، السؤال يقول يا خلف، كم عدد العظام في القفص الصدري للإنسان؟ 12 أو 10؟ جالس يحسب خلف، جالس يحسب. 12. انت حسبت 12 الآن؟ لا، 10. هاجل 10 ولا 12؟ دقيقة، فيه صغار هنا حسبها ولا؟ يلا سريع عشان الوقت. 10. لا، 12. 12. ايه. نثبت. ثبت. ثبت على 12. طيب الحين قبل اعطيك الاجابه احسب. 1. هو جالس يحسب. انا احسب المايك معها. 2. ما ادري كم. ما تدري؟ انت قلت 12. ايه. نشوف مع بعض ولا اقول لك انا؟ يلا نشوف مع بعض. تبي تشوف مع بعض؟ يلا شوف مع بعض الإجابة حق خلف. الإجابة صح. كيف؟ كيف يا مشراج؟ مبروك. صاحب الرقم 19. يا مرحبا.